الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: كلفنا في الحد الجنوبي بحضور دورات عبر الإنترنت نظرا لتعطل الدراسة، وبما أنه لا يوجد لدينا شبكة بيانات فهي في أغلب الأوقات ضعيفة إن لم تكن معدومة عند البعض، هل يجوز تكليف أحد الزميلات ممن لديها شبكة قوية بالحضور، ومن ثم توثق لنا المهم في هذه الدورة، وما الحكم إن دفعنا لها أجرة مقابل عملها؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان الحال كما ذكرته السائلة فلا حرج عليها إذا تعطل الإنترنت عندها أو كانت شبكة البيانات ضعيفة جدا لا تستطيع أن تتابع هذه الدورات ولا أن تستفيد منها على الوجه المطلوب بسبب انعدام الإنترنت أو ضعفه، فلا حرج عليها أن تستفيد بالوساطة والوكالة، فتذهب أو توصي من عندها شبكة الإنترنت قوية وتستطيع متابعة الدورات والاستفادة منها، ثم تعطي هذه المرأة التي انعدم عندها الإنترنت أو ضعفت الشبكة عندها ما في هذه الدورات من النقاط والتنبيهات والأمور المطلوبة من الإدارة، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع، فحتى لا تحرم تلك المعلمات من الاستفادة مما يطرح في هذه الدورات من العلم والخير وبيان النظام وبعض التنبيهات التي تحتاجها المعلمة في سيرها التعليمي، نقول لها: لا بأس أن توكلنا امرأة سواء بمقابل أو بغير مقابل، أن تتتبع هذه الدورات ثم تعطي أولئك النسوة ما قيل في هذه الدورات إما في مذكرات أو ترسله لهن بطريقة من الطرق الإلكترونية الحديثة، لا بأس في ذلك، لأن الأمر قد ضاق عليهن بسبب انعدام الإنترنت في بعض المناطق أو بسبب ضعفه وعدم القدرة على تتبع فوائد هذه الدورات، فإذا ضاق الأمر اتسع، فيجوز في حال الضيق ما لا يجوز في حال السعة والاختيار، والله أعلم.